لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة المعارض السوري المستقل خليل مقداد. أهلا بك سيد خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أستاذ خليل، المشاركون في مؤتمر أصدقاء سوريا تعهدوا بتقديم حوالي 4 مليارات دولار كمساعدة للشعب السوري، كيف تقيمون هذه الخطوة وإلى أي مدى يعد ذلك مؤشرا لانفراج الأزمة السورية؟ طبعا هذه الخطوة لا علاقة لها بالانفراج من قريب أو بعيد، هي يفترض أن تكون مؤشرا على الانفراج، ولكن التجارب السابقة في كل دول العالم لا تؤكد هذه الحقيقة، وهذا الكلام ليس سوى للاستهلاك المحلي أو محاولة لإغراء الأطراف المتنازعة بالقبول بالتسوية، يعني إقناع المعارضة تقريبا بالقبول بالتسوية بكل أطيافها. نعم. والانخراط أو العودة لحضن النظام. بالمقابل كانت روسيا قامت بتزويد النظام بمنظومة S-300، كيف ينعكس ذلك على الأزمة السورية وإلى أين تتجه موسكو بمثل هذه الخطوة العسكرية؟ يعني أنا برأيي هذه الخطوة لا تخرج عن كونها مناكفة مع الغرب وعملية كسر عضل الغرب وروسيا. طبعا يتبادلون الأدوار في سوريا، لكن الخلاف على المصالح والامتيازات والنفوذ يدفعهم للصدام. حاليا الصدام هو ناعم، يعني بمعنى يضغطون على بعضهم في الملفات الموجودة، وعملية التهديد بتزويد النظام بمنظومة S-300 يعني أتوقع أنها يعني تهديد أجوف، لأنه لا يمكن أن تقبل إسرائيل بهذا الأمر، وروسيا نفسها تعلم أن النظام آيل للسقوط في أي لحظة، ولا يمكن في هذه الحالة أن يتم تزويده بأسلحة استراتيجية كهذه. نعم. بينما يعني هي للاستهلاك الدولي ليس إلا، لأن روسيا تمتلك فعلا صواريخ S-300 و S-400 في قاعة التحميمين. تماما. في هذا السياق النظام. في هذا السياق بعض المراقبين يرجحون أن الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم والتي ليست الأولى كانت الدافع وراء صفقة صواريخ S-300 للنظام. من تتوقع يقف وراء تلك الهجمات على القوات الروسية في سوريا؟ يعني هناك فصائل سورية إسلامية على الساحة السورية هي من قام بهذا العمل، لا أريد أن أتطرق لأسماء الآن. يعني هذا الأمر يجب أن يعلن عنه أصحابه، لكن حتى صواريخ S-300 و S-400 يعني لا تصلح لمهاجمة مثل هذه الأهداف الصغيرة. يعني علينا أن نعلم أن مثلا رأس المتفجر لصاروخ S-300 حوالي 133 كيلوغرام، يعني لك أن تتخيل حجم الصاروخ ووزنه ليتصدى لطائرة قد لا يتجاوز عرضها متر مثلا بين من الجناح إلى الجناح، لذلك هذه عملية يعني غير عملية تماما، يعني هذا الأمر غير عملي. ربما في ظل هذه الصراعات الاتحاد الأوروبي من ناحيته يدعو موسكو وطهران للضغط على النظام بهدف إقناعه بالجلوس على طاولة المفاوضات، إلى أي مدى تتوقع أن النظام سيقبل بهذا الطلب؟ يعني لنا في كل جولات المحادثات التي انعقدت قبل اليوم، يعني جنيف 9، أتيتانا 8، سوتشي، فيينا، الرياض، موسكو وغيرها، وكل ما تم عقده من جولات مفاوضات ومباحثات وجهود للمبعوث الدولي ستيفان دي مستورا وغيره من المبعوثين الذين عجزوا واستقالوا، طبعا هذا الأمر لا علاقة له بالنظام تماما، لأن النظام هو في محل مفعول به، لا يستطيع إلا أن ينفذ، ولو أرادوا إسقاطه لأسقطوه. طبعا روسيا التي تعربد وبضوء أخضر من الغرب، يعني نحن نعلم أن كيري كان هو العراب لكل هذا التسويف، وكان المتحدث باسم الكريملين والذي يسوق أيضا السياسات الخارجية الروسية ويهدد المعارضة بأنها عليها أن تعود إلى حضن النظام وأن تقبل التفاوض مع النظام، التفاوض بمعنى الاستسلام، لأنه حضروا كافة جولات المفاوضات ولم يتم إطلاق حتى أسير أو معتقل واحد، ولم يتم فك الحصار عن قرية واحدة، لذلك هذا كله للاستهلاك المحلي والضحك على السوريين ليس إلا. نعم. بالحديث عن هذه التغيرات كلها على الأرض، ربما نتطرق كذلك للتصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول بقاء قواته العسكرية في سوريا والحديث عن دفع مبالغ من دول عربية فاعلة في الشرق الأوسط على حد تعبيره، كيف تقرؤون هذا التصريح وكيف ستكون انعكاساته على سوريا؟ يعني رغم شدة عداء ترامب لكل ما هو عربي ومسلم،
إلا أن له حسنات كثيرة. من هذه الحسنات أنه استطاع أن يكشف القناع عن الوجه القذر لهذه الأنظمة العربية، وجعلها تتسابق يعني لنيل رضاه طبعا في واقع الأمر. وكل ما يحدث من تسويق، يعني أنا لي نظرة في هذا الأمر منذ البداية، قلتها قبل أن تتضح الصورة حتى وإحداها على قناتكم الكريمة. نعم. ترامب يبتز الحلفاء الغربيين والأتباع العرب، هذا هو الغرض، لكن هناك هدف خفي من إعلان انسحابه لا يعلمه كثيرون. هو بهذا يدفع الدول العربية، عندما يقول السعودية يجب أن تمول أو تدفع، لا تستطيع السعودية ولا غيرها من الدول العربية إرسال قوات، وبالتالي فهو يسوق ضمنيا لشركة بلاك ووتر التي يملكها صديقه برينس، باتريك برينس أو مارك لا أذكر اسمه تحديدا. لذلك إذا ما تم استئجار 1000 أو 2000 من المرتزقة من شركة بلاك ووتر، فلكم أن تتخيلوا يعني بمتوسط راتب قدره 10,000، طبعا الراتب يتراوح ما بين 5,000 و30,000 دولار في الشهر مع بدلات عن كل يوم قتال، لكم أن تتخيلوا وجود 2000 براتب 5,000، النتيجة 10 أو 20 مليون دولار يوميا، وهذه مبالغ خيالية تجعل ترامب يستمر بعملية الحل للموضوع. أشكرك جزيل الشكر خليل المقداد، المعارض السوري المستقل، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.